السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دوزتوا هاد الاسبوع هذا؟ كي درتوا مع البرد؟ نتمنى انكم تشوفوا هاد الفيديو وانتم يا في صحة جيدة. اليوم غادي بغيت ندير الجو بارد هذا، تنديروا شويه اللوبيا ولا شويه الحريره، شي حاجه سخونه باش تسخننا. وقلت علاش ما نشاركش معاكم الطريقه ديالي في طياب ديال اللوبيا. اليوم انا غادي درت ميكس بينز، شفتوا اللوبيا مخلطه، فيها العدس، فيها الانواع ديال اللوبيا، ورقتها البارح في الماء وبيكربونات الصودا. شفتوا هاد الفقاعات، هاد البيضين هادو، هاد كلهم لي غاز اللي تيخرجوا من هاد القطاني اللي تعاني من لي غاز. ومن الاحسن باش بغاو ترقدوا اللوبيا ديروا معاها معلقه ديال البيكربونات الصودا وتخليوها، والغد ليه غتشوفوا هاد الفقاعات هادو كلهم لي غاز، ومن بعد تغسلوها ويعني تسقطرو تغسلوها وتسقطروها وغادي نطيبوها. يعني غتونسوني في الطياب وغتشوفوا كل واحد وطريقته، ونشوفوا هاد الطريقه ديالتي واش تعجبكم ولا لا. دابا نغسل اللوبيا ونتلاقاو باش نطيبوها جميعا. اوكي، دابا غادي نشعلوا البوطه وغادي نديروا اللوبيا ديالنا. من قبل ما نديروا اللوبيا ديالنا غادي نديروا زيت الزيتون. غادي نديروا انا تقريبا دايره شي كيلو، كيلو الا ربع هكذا كاينه ديال اللوبيا ميكس. نقدروا نديروا شي نص سيترو، ماشي سيترو، نصف كاس ديال الزيت ديال الزيتون. انا غادي ندير نصف كاس، انا عيني ميزاني صافي. وغادي نديروا شي جوج معالق كبار ديال الزيت العاديه، اي الزيت عادية عندكم، ديروا واحد جوج معالق كبار صغير ديال زيت الزيتون. غادي نديروا واحد خمسة ديال الفصوص ديال الثوم هكا مطحون. غادي نديروا هنايا، يمكن نزيد شوية في البوطة هكذا، كل واحد وطريقة ديالو كيفاش يطيبها. انا بغيت نشارك معكم الطريقة ديالتي لان اوكي. الثومة، وغادي نديرو واحد شي قولو شي ثلاثة المعالق كبار ديال الربيع مقطع، انا عندي هنا فروزن، كان عندي في الفريغو، تنجيبو تنقطعو فاش يكون عندي بزاف. غادي نديرو دابا درنا الزيت العود، الزيت العادية والربيع والثومة، وغادي نشحرو هادشي واحد خمسة دقائق، نزيدو شويه و نشحروا هادشي واحد خمسة دقائق، ومن بعد عاد نزيدو عليهم هذاك الشيء الاخر ديالنا. هاد الوصفه هادي ديال خبيره الطبخ والغزاله ديالنا، واللي تعلمت على يديها الطبخ، واللي حباتني يعني حبات الطبخ ليا، هي الشاف هدى اليداري. تنوجه لها تحيه كبيره، لانها يعني بداك الشيء بسيط وتتشرح لك مزيان. ما عمري ما لقيت شي وحده شي شاف اللي تتشرح بحالها، يعني تتشرح لك بحال اللي تتعرفني اشنو الاسئله ديالتي. وتعلمت على يديها المسمن، تعلمت الخبز، تعلمت بزاف البسطيله، بزاف الحوايج تعلمتهم. يعني بوسه كبيره ليها، تبارك الله عليها. واي وصفه درتها تتنجح ليا، و كتعلمك مبادئ يعني الطبخ من الاول. اوكي، حنا انا غادي نشحر هذا خمسة دقائق ومن بعد نتلاقاو. دابا يا ها هو تشحر ليا شويه الربيع، يعني المعدنوس والمعدنوس، يعني القزبر والمعدنوس والثومه والزيت. دابا غادي نضيف مطيشه، تقريبا شي ربعة مطيشات، تحكوهم بالزريعه ديالهم وديروهم. انا ما انا تناخذ هذه سهله بالنسبه للناس اللي في امريكا. توميتو صوص هي مطحونه على حساب ربعة المعالق، ربعة المعالق، ربعة المطيشات
انا غادي ندير هذه كلها. هذا الكيك هذا 425 غرام. انا غندير هذا الحب كله ديال مطيشه. هي الا كانت عندكم اللوبيا البيضاء بوحديتها تجي حتى هي تجي زوينه. انا هذه المره هذه انا تندير اللوبيا البيضاء ديما تنديرها تتعجبني. مي دابا قلت مشيت مشيت للسبراوت وشفت هاد اللوبيا هذه ميكس وقلت نجربها لانها غيكون فيها بزاف العناصر الغذائيه. ودرت من بعد فاش درنا مطيشه يعني غديروا شي اربعه مطيشات محكوكين بالزريعه ديالتهم. انا ما عنديش درت هكا الحك. والسر باش غادي تجي لوبيا خاتره وغادي تحيد لينا لي غاز هي غتحكو خيزوه ضروري من خيزوه يعني من جزاره غادي تحكوها وغتزيدوها لهذا الخليط هذا. هذا الجزر هذا تيحيد لينا لي غاز وتيخلي لينا المرقه ديال داك لاصوص ديال اللوبيا خاتر. غادي نحركوا هذا الشيء واحد 5 دقائق ومن بعد نزيدوا العناصر. يعني هذا الشيء مازال حنا ما درناش اللوبيا شي مازال هكذا تنديروا في هذا الشيء. بالنسبه للناس اللي تيعانيوا من لي غاز يقول لك انا تناكل القطاني وتيجوني لي غاز، اول حاجه حنا انا كنت بحالكم كنت انا فاش نبغي ناكل العدس ولا اللوبيا تناكلو بالخبز يعني بخبيز تيجي كيجي زويون. نو من الاحسن ناكلو القطاني بلا خبز يعني ناكلوهم بوحديتهم. وكاينين الناس اللي تيديروا اللحم في اللوبيا. انا تنظن انه هذا القطاني فيها البروتينات بزاف ما يعني بلا ما نديروا فيها اللحم. الا الا كان عندنا شويه القديد عاود تيجي زويون. تنغسلوه من الملحه وتنديروه دابا في هذه الوقيته هذه تنغسلوه من الملحه وتنقطعوه وتنديروه مع هذا لاصوص هذا باش الله تيطيب لينا. انا ما عنديش القديد تناكل القديد الا في المغرب انا ما عنديش. تنظن حتى داك الصوصيص سعور مرقاز حتى هو تيجي تيجي زويون حتى هو في اللوبيا حتى حنا مرقاز هو ما عندناش هنا. ايوا شفتوا شحال من حاجه ما عندناش هنايا وصابرين. ايوا هذه هي الغربه يعني كاين شي بلايص اللي فيها كل شيء بحال نيويورك ولا بحال واشنطن دي سي ولا. مي هنايا ما كاينش المرقاز كنا تناخذو مع واحد الجزائري مابقاش يصوبو. والقديد الا لا صوبتيه بوحديتك في الدار شي اللي قلت لكم يعني ناكلو القطاني بلا خبز و باش ما ديرش لينا لي غاز. وهذيك الطريقه ديال البيكربونات نرقدو فيها هذيك مزيانه. اوكي دابا ها هو تشحر لينا شويه. شنو غادي نزيدو؟ غادي نزيدو جوج معالق ديال مطيشه ديال الحك. انا عندي هنايا في الفريزر على شكل قليبات غادي نزيدها هنا. غندير جوج معلقات ديال مطيشه ديال الحك. تقدروا تسلقوا اللوبيا بحال تسلقوا قدر كبير وتاخذوا داك القدر اللي غادي تطيبوه الاخر ديروه في الفريغو الوقت اللي تبغيو تشهيوها وتبغيو ديروها يكون عندكم ديجا مرقده في الماء وداكشي. حتى هذه الطريقه تنديرها انايا باش الا شهيتها يعني تيكون عندي مرقده مابقاش نتسنى الليله كلها باش ترقد. واحد الحاجه السر ديال البنه ديال اللوبيا باش تجينا بنينه وتجي بحال اللي فيها المذاق ديال اللحم والناس غيذوقوها وغادي يقول لك واو واش هاد البنه هادي ديال هاد اللوبيا هادي. هي غنديروا معلقه صغيره ديال المروزيه ديال اللحم والهدى اليداري يعني هي اللي نصحات بها وانا غنديرها.
نتمنىكم حتى نتوما يديروها وشوفوا المذاق كيفاش غيجيكم، سيرتو الا كان عندكم المروزيه مصوبينها على يديكم. انا جبتها من المغرب. صافي تحركوا هذا الشيء، ودابا غادي نديروا العطريه. العطريه اللي غادي نديروا، غادي نديروا بابريكا تحميره الحمراء، غادي نديروا واحد معلقه صغيره عامره، لان نتوما عرفتوا هاد بحال هاد الاكلات هادو تيبغيو شويه العطريه. غادي نديروا واحد معلقه صغيره ديال الكمون، غادي نديروا معلقه صغيره ديال القزبره مطحونه، القزبر ياس القزبر مطحون واحد معلقه صغيره. هاد القزبره مزيان المعده تاعها هوايا. شوف درنا الكمون، درنا القزبر، يعني هادو كلهم مزيانين للمعده. وغادي نديرو معلقه ديال الكركم البلدي. انا ما تنديرش هذيك الضامات وداكشي، الضام البنه وداكشي ما تنديروش. الملحه ما غنديرهاش دابا حتى تقرب ليا اللوبيا تدخل فيها الطياب شويه، لانه حنا الملحه ما تنديروش في القطاني. وواحد الحاجه الا كانت عندكم وقع سيدنا موسى ديروها في الاول مع الثومه والربيع، انا ما بقاش عندي، قلبت عليها ما لقيتهاش. الا كانت عندكم ديروا واحد وريقه ولا جوج حتى هي تعطي واحد البنه زوينه. اوكي دابا ها هوايا، حنا موانسين مع بعضياتنا. اللي بغى يطيبها بحال هكا كنا غدا السبت ما خدامش، يدير هكا. لكن انا عارفه عندكم الشيوة في المغرب بحال هاد هاديت، بحال انا تنديرها مع شويه الحوت مقلي بحال هاد القطاني هادو، العدس ولا اللوبيا تعجبني مع شويه الحوت مقلي كتجي زويونه. والاطباء تنصحوا انك اننا يعني على الاقل ناكلوا القطاني جوج مرات في الاسبوع. انا ما تناكلوهمش، خصنا ضروري ناكلوهم جوج مرات في الاسبوع. ولا درنا هالطريقه هذه ما غادي ما يدير لنا لا ليغاز لا والو. ما ناكلوهمش بالخبز اول حاجه، ثانيا نديرو بيكربونات الصودا. اوكي دابا حنا حركنا هذا الشيء، دابا شنو غادي نديرو؟ غنجيبو اللوبيا ديالنا. ها هي اللوبيا فيها دابا، ها هي اللوبيا ديالنا شفتوها كيف دايره، يعني فيها شكل ما شحال من نوع فيها. دابا غادي نرميوها هنايا، تقريبا هذا الشيء كيلو يمكن عندي انا ناخذها في العبار. دابا هي درنا اللوبيا، مباشره غنضيفوا عليها الماء بارد ضروري. فاش غادي نديرو اللوبي تنديرو الماء بارد، ما تنديروش الماء سخون باش ما تجيناش بحال اللي ما تبغيش طيب لينا، ضروري نزيدو الماء بارد. يعني القطاني العدو ديالها هو الماء طايب، يعني الماء سخون ضروري من الماء بارد. انا غنضيف الماء ونتلاقاو. انا ضفت الماء على حسب نتوما يا واش تبغيوها بحال السوب، يعني تكون فيها الماء بزاف او متى تكون خاتره ما تكونش فيها الماء بزاف. وواحد السر باش تجينا عاوتاني خاتره وتجينا بنينه، هما غادي نضيفوا عليها جوج تميرات صغار، نحيدو منهم العظم ونضيفوهم. وفاش نبغيو نقدموها نحيدو التمر، غنديروا هاد التميرات هنا. وغادي دابا صافي خليناها طيب، ومن بعد فاش طيب نتلاقاو باش نذوقها ونشوف كيف دايره ونقول لكم النتيجه. اوكي نتلاقاو من بعد. اللوبيا ديالنا طابت، جات خاتره دغيا طابت، ما خداش الوقت بزاف. زدت عليها شويه ديال
شو يقولوا لها السحقه، يعني ربات الفلفل الحار والهريسه. ياس بنينه، انا دابا غادي نذوقها معاكم. زدت عليها شويه ولكن جات خاطره، جات واو. نتمنى ميكس بينز هادو تعطي واحد المذاق في شكل مختلف، ماشي بحال اللوبيا العاديه. وجه زويون مع شويه جد، يعني نتمنىكم تجربوها وتقولوا لي في التعليقات كيف جاتكم. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وهذا الاقتراح ديال اليوم يعجبكم. شكرا بزاف على تعليقاتكم وعلى تشجيعاتكم، شكرا على الناس الجداد اللي معانا، ونتمنى نلقاكم في فيديو اخر. بوسه كبيره لكم، باي باي، مع السلامه.